وفي مصر بقى بتنظم حملة اسمها أنتي الأهم، احتفالية كبرى بساقية الصاوي مساء اليوم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة. والمزيد من التفاصيل معانا مكالمة هاتفية من دكتور عمرو حسن مؤسس حملة أنتي الأهم. دكتور ازاي حضرتك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحضرتك طيب يا دكتور؟ دكتور كلمنا على الفعاليات اللي هتبقى موجودة النهاردة. احنا النهارده في ساقية الصاوي ان شاء الله الساعة 7 مساء في قاعة الكلمة، منظمين احتفالية لطيفة معانا فيها الفنانة بشرى، انت عارفة ان هي كانت عاملة فيلم جميل جدا عن التحرش اللي هو 6 7 8، ولسه بالزبط. كانت متكرمة قريب واخدة سفيرة النوايا الحسن للأطفال. معانا الإعلامية شريهان أبو الحسن، معانا الدكتورة إيمان بيبرز، معانا الدكتورة إيمان عزت عاملة حملة للتعريف بالتحرش اسمها حماية، وأنا دكتور عمرو حسن مدرس نساء وتوليد في الأصل العيني، وعاملين حملة اسمها انتي الاهم. هنحاول في اليوم ده نتكلم عن اغلب وصور انواع العنف، يعني لو فكرنا هنلاقي العنف ممكن يبقى بدني، نفسي، جنسي. عنف بدني يعني الضرب، يعني ممكن الراجل بيكون بيضرب مراته، او الضرب اللي هو ضرب الاطفال وده منتشر. عندك أي ممكن نوع عنف من جنسي، ده العنف البدني. عندك فيه العنف الجنسي ممكن زي الاغتصاب، هتك العرض، والتحرش. والتحرش ده حاجه من الحاجات المميزه في مصر، يعني بالوجهه مش هنلاقي برده بشكل يعني كبير. مش هنلاقي قصص التحرش، ممكن نلاقي بره اغتصاب، بس قصص التحرش ابتدت يمكن على الدخيل على المجتمع المصري في اخر كام سنه. ابتدت الاول بظواهر فرديه، بعد كده مع عدم مواجهتها بعنف تحولت ممكن الى بعض تاخد شكل جماعي اكتر. عندك العنف النفسي اللي هو زي ان الراجل يتعمد انه يهين مراته، او العنف المعنوي، يعني ان الراجل دايما يتفه من الحاجه اللي مراته تعملها، سواء حاجه ممكن ليها علاقه هي عاوزه تذاكر، عاوزه اللي هو يقلل من شانها، يعني يقلل من شأنها وأي حاجه هي بتعملها. يعني دايما يحبطها، واحده عاوزه تحضر ماجستير يا دكتوراه يقول لها انت بتعملي الكلام ده ليه، واحده عاوزه تترقى في الشغل فدايما ان هو يقف قدامها. بس النسبه بتاعتهم يا دكتور مش كبيره، يعني نسبتهم مش كبيره صح؟ بص انا يعني انا رايي ان حتى العنف المعنوي والعنف البدني هتلاقيهم في ليفل مختلفه، يعني ممكن تلاقي العنف البدني في ليفلز افقر اكتر، ان الراجل يضرب مراته، بينما بالعكس انت ممكن تلاقي العنف المعنوي في ليفلز اعلى من الناس، تلاقيها ناس متعلمه والست عاوزه تكمل مثلا متجوزه ونفسها تكمل ماجستير، نفسها تكمل دكتوراه، نفسها ان هي تترقى، فجوزها مش هيضربها، يعني في الليفلز المعينه دي جوزها مش هيضربها، بس قد يكون ان هو دايما يقلل من شان الحاجه اللي هيعملها. عشان ده يعني انت عارف طبعا، يعني كطبيعه الراجل الراجل الشرقي بالاخص يعني دايما بيحب ان هو يكون القيادي في كل حاجه، حتى في البيت يعني كبيرة. يعني دايما اقول ان دايما في بعض من المشاكل ساعات ممكن تلاقي الست اللي بتبقى ناجحه جدا تلاقيها طلقت اصلا، لان هو بيبقى عندك ان هنا ممكن يبقى الراجل ما مش متقبل ان الست بتاعته تبقى ناجحه، فده جزء من الغيره، وممكن الست نفسها مش عارفه تحتوي جوزها، حتى لو هي بقت ناجحه جدا هي برضو يطلع عندها شويه عقد ان هي تحب تبين له ان هي ناجحه قوي. طب يعني دكتور حملة انت الاهم هتستمر المفروض ده فعالياتها اليوم واحد ولا اكتر من يوم؟ بص احنا حملة انت الاهم احنا معنيين بشان المراه من ساعه ما تتولد لغايه ما تبقى كبيره، فاحنا كل شهر بنحاول ان احنا ندي توعيه، هدفنا دايما نشتغل على محاور التعليم والصحه والتمكين الخاص بالمراه، يعني مثلا احنا النهارده موجودين في ساقية الصاوي بنتكلم على اليوم العالمي لمكافحه العنف ضد المراه، بكره احنا 9 الصبح ان شاء الله في مؤسسه الاهرام بنعمل كشف ودوري على الصحفيات وبندي معلومات عن مرض اليوم العالمي للسكر. اليوم الخميس والجمعه موجودين، هنبقى هنسافر في اسوان وهنعمل هناك قافله طبيه، يعني احنا الانشطه متعدده في كل شهر على حسب اللي بيبقى الايام اللي موجوده. طيب. بس احنا مثلا الشهر ده المميز عندنا اليوم العالمي لمكافحه العنف ضد المراه، الشهر اللي فات كان عندنا اليوم العالمي للفتاه، فاحنا اليوم العالمي لمكافحه العنف احنا اتكلمنا عليه، هنتكلم عليه النهارده ونحاول نوصل التوصيات، نحاول نتكلم نغطي الموضوع بكل سبله، بس احنا الحمله مش معنيه بالعنف بس، الحمله معنيه بكل ما يهم الست المصريه، واساس الست هي بذرتها اللي هي البنت. أكيد. البنت دي لو علمتيها صح وربيتيها صح واديتيها رعايه كفايه هي اللي هتربي اجيال بعد كده. طبعا هي دي اللي هتربي. أكيد. لو انت في راجل مش عاجبك سلوكه اعرفي ان هو كان ليه ام ما عرفتش ان هي تقاوم سلوكه، الام دي ممكن هي اللي زرعت فيه مبدا التمييز بين الراجل والست، الام دي هي اللي كانت سايباه يضرب اخته، فبالتالي هو لما هيكبر هيضرب عادي مراته. يعني نلحقهم من اول النشء، من بدايه النشء نبدا نلحقهم. اول حاجه النشء، ابدا مع البنت الصغيره، ركز معاها، هي دي اللي هتصلح لك المجتمع. طب دكتور عمرو عايز اسال حضرتك كمان سؤال، هل بتركزوا على داخل الصعيد مش بس على المحافظات؟ يعني احنا بنحكي يعني القرى نفسها؟ احنا زي ما قلت لك احنا كل شويه بنتطور. احنا ابتدينا الاول في الساقيه، بعد كده لسه من قريب رحنا كان لسه قريب ابتدينا نروح النوادي، بعد كده يوم الخميس والجمعه احنا هنروح اسوان هناك في قريه اسمها الغنيميه، لاهالي القريه هناك نقدم لهم كشوفات طبيه، نديهم رسائل توعويه خصوصا خاصه بالصحه. زي ما قلت لك احنا بس مش مدخلنا حقوق مراه، انا بتكلم على الحقوق، بتكلم على التعليم، بتكلم على الصحه، كل ما يخش جزء يخص الست
فبنحاول ان احنا نتمدد تدريجيا. اهتمامنا يمكن دلوقتي بالقاهره بس لسه ما وصلتوش الصعيد اكتر والقرى مش كده؟ لسه، بس زي ما قلت لك يوم الخميس والجمعه هيبقى اول يوم لينا في الصعيد، ورايحين اسوان، يعني رايحين اخر حته في مصر، رايحين في قريه اسمها الجنيميه في اسوان عشان نحاول نوصل الرساله. بس عشان اقدر اتحرك واوصل للقرى والمحافظات لازم يكون اساسي هنا في القاهره جامد. الاول في هنا اكيد لازم يكون اساسي جامد عشان لما اقدر اروح الاماكن دي يبقى الناس تتعاون، اقدر الاقي المحافظه تتعاون، الاقي الاحياء تتعاون. فلو انا مش مسمع هنا في القاهره ومش قادر اوصل في القاهره مش هقدر اوصل في المحافظات ومش هتعرف توصل لهم الفكره. دكتور عمرو حسن عايزه اشكرك على الكامبين او على الحمله دي، بس في الاخر عايزه اشكرك برضه. ميرسي جدا.